طيب عرفنا بنفسك. انا محمد عبد الوهاب، شغال في شركه تي داتا، شغال في فني الحاليه في ضوئيه لحام فايبر. احنا موجودين هنا بقالنا يومين على التوالي ما روحناش. انا من بلد جنب طنطا، ومعانا مشكله هنا حضرتك ورفعناها للناس فوق. قبل كده كنا شغالين بعقود سنتين اتنين وحاسين بالامان الحمد لله، لان احنا دخلنا لقينا هذا الموضوع يعني. فالناس بدات دخلت في قصه سنه وجينا نتكلم، قال لك هو ده ايه؟ دي سياسه الشركه. طب انا كنت بعمل سنتين، ايه اللي جايبني في السنه؟ وفطور الموضوع دوت جايب لي شركه اوت سورس، شركه خارجيه من بره تشيل الشغل اللي انا ايه؟ او جزء من الشغل اللي انا بعمله. واحنا اللي هنعلمهم يعني. انت لو انت عايز تجيب ناس بالفعل ناس شغاله، هتجيب ناس عندها خبره يعني، فاهمني؟ بس انت جايب ناس ابيض، مطلوب ان انا اعلمهم. هل يعقل ان انت تجيب لي واحد اعلمه ويشيلني؟ ما يعقلش. فانا بس كل اللي انا طالبه حضرتك طالب عقد مفتوح عشان احس بالامان. انا اعلمك اي حد، انا اعلمك بتاع البوفيه، مش هعلم اي حد فني مثلا بحاجه معينه في الشركه. كم عدد العاملين المتضررين من القصه؟ كل الليفل 9. ليفل 9 ده اللي هو الانتربرايز والاي دي اس ال والاوبريشن. ما هي نعم متقسمين اقسام، بس في الشارع احنا مش متقسمين، لقيت واحده الحمد لله ومع بعضنا. اللي هو كام واحد كلهم على بعضهم؟ احنا كلنا التوتال بتاعنا 400 وفكه. والشركه كلها اصلا كام فرد؟ الشركه دخلنا في 3000 حاجه. في طبعا في سيلز وفي كول سنتر وفي ناس كتير يعني، بس انا بكلمك على وجه التحديد احنا، لان احنا اكتر ليفل متضرر من اللي حصل معانا. ان اول ما بداوا موضوع العقود دوت احنا حصل معانا الكلام ده. فانا كلنا عندنا اسر وبيوت، ما عنديش استعداد ان اقعد السن يكبر بيا بعد 35 سنه وتقول لي في الشارع مع السلامه، ما عملتش حاجه امان ليا يعني. النهارده حضرتك احنا في وقت ما حدش يعني ربنا واحد اللي يعلم بيه. بس طيب دلوقتي الاداره كانت طلعت بيان والصحف نقلته ان ما فيش اي مشاكل وان ما فيش اي اعتصام ولا اي مشكله. حضرتك عايزين، لان احنا الشركه الوحيده يعني اكبر شركه على مستوى الانترنت في مصر، ماشي؟ فهم خايفين من شركات المنافسه يعني. القصه كلها ان اي عميل النهارده عايز يخش عندك ومش حد يركبه، لان الناس اللي بتركب واقفين في الشارع، فبالتالي ان الناس دي هتروح شركات ثانيه. هو خايف من دي بس. وطبعا مش طابين اكتر من ده يعني. انا بقولش عايز واحد بيبرد، انا لو اتكلم معاك في فرعيات تمام هتقولي لا 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 الفرعيات دي مش عايزها، عشان انا لانها كتير عليا قوي، انا هكتفي بايه؟ بالعقد. لان بالنسبه لك هيبقى اقل من اللي انا عايزه. طيب حضرتك مثلا فني من طنطا وبتشتغل في القاهره وفي محافظات ثانيه، تمام؟ هل بتاخد بدلات انتقال طيب ولا؟ باخد بدلات انتقال. احنا الحمد لله راضيين، مش عايز اتكلم معاك في الماديات، لان احنا الحمد لله راضيين باي حاجه، بس حسسني بالامان. انا اكتر ولا اقل، انا عايز احس بالامان. بس الامان بالنسبه لي انك تعمل لي عقد مكتوب. عايز لما اقابل رب كريم عايز يبقى في مرتب لعيالي يصرف، ده انا عايزه. ان كلنا عندنا بيوت. انا بلاش اتكلم عن محمد عشان سنه 29 سنه، في ناس معانا 35 سنه و40 سنه. النهارده لما تقول له مع السلامه انا مش عايزك، تتوي. هو من امبارح للنهارده بيتكلم في نقطه واحده بس، انا هديك شهرين على كل سنه انت عايزها. طبعا الشهرين دول حضرتك انا لو خدت مثلا سي بعد 5 سنين مشيت، اديتني شهرين على كل على 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 الخمس سنين دول مثلا في 2 ب 10 ايه؟ ب 10 شهور، ب 10 ب 5 ب 20,000 ل 20,000 النهارده ما عادش لهم قيمه من صفر. فاهمني؟ انا عايز بقى احس هيمشونا قد ايه 20,000 شهرين ثلاثه خمسه سته؟ طب وبعد كده؟ هيبقى سن كبر، هلاقي شغل بره؟ من وجهه نظرك في اللي بيحصل في البلد هلاقي شغل بره؟ فاهمني؟ ما اعتقدش. بس ده مطلبنا الوحيد حضرتك.